تسمعي رضا البحراوي وتسمعي شعبي لمين كمان؟ بصي طبعا بقى بسمع عدويه وبقعد اسمع اعمل كوكتيلات العدويه كده، وبعدين افتكر فجاه غنوه فادخل من غنوه واطلع على غنوه تانيه، ببقى عايزه يعني خلاص بقى خارجه ما عنديش حاجه. اوقات بسمع الكينج محمد منير، بسمع الهضبه، بسمع عمرو دياب كتير جدا. اكتر اغنيه بتحبيها ايه لعمرو دياب؟ لا بصي بسمع له كتير، وسنجل وانت الحظ وش يعني، لا بحبه كده هو بيتدلع وبيتنطط. انت الحظ يعني معاكي في الدنيا عامه، حاسه انه الحظ لعب معاكي دور كبير في حياتك؟ او اصلا برضو انا بحس انه الفنانين دايما موضوع الحظ ده بيفرق معاهم، يعني ممكن يغير مسارهم. وانت تحكي لي حكايتك كده في الاوبرا، يعني ده انا شايفاه حظ كبير ما شاء الله. هو بتبقى توفيق من عند ربنا اكيد، وانا واحده عايشه كده يعني، بصحى من النوم مش ببقى مرتبه لليوم، بالعكس انا واحده بحب الترتيب وكل حاجه، بس في الاخر بلاقي اللي برتبه ما بيحصلش. فبقيت بعيش كده، عايزه اضحك وعايزه انبسط باليوم وعايزه الناس تفرح، ويا رب بتمنى الفرح لغيري وبتمنى النجاح لغيري. فبتلاقي اوقات ان ربنا بيطلع لك حاجات كده يقول لك انا واقف جنبك. فهو بتبقى بصي بيبقى نسبه كبيره جدا توفيق من عند ربنا، وبقول ان ربنا هيجي عليه وقت ويشاور عليا على قد التعب اللي انا بتعبه علشان ابقى موجوده ولو بنسبه صغيره جدا. طب هم يعني عمالين يقولوا لي في الكنترول عايزين نسمع حاجه العدويه. ايه ده؟ ايه هنسمع ايه العدوية؟ مش عارفه مش عارفه مش عارفه. ايه ام تيكا تيكا ام ام تيكا تيكا ام، يلا بينا. طب والله لعب الهوى واحنا قاعدين سوا، والله لعب الهوى واحنا قاعدين سوا، الورد راح كده الفل جه كده، ده الورد راح كده الفل جه كده، وبقيت بنت وده سلطان سلطان قال الهوى، سبع سلاطين استسلطناهم من عند المست سلطاني، تقدر يا مسلطان يا مست سلطان استسلطن لنا، سبع سلاطين زي ما استسلطناهم من عند المست سلطاني، ترك شندينا بح كبشه محلى مرقت لحم كبشه، ترك شندينا بح كبشه محلى مرقت لحم كبشو عكشو فركش، طب نكشو طنش قلشو ما تقلش.